إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته واتبعوا أسباب رحمته ومرضاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن شيء من شمائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وليس الكلام عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته من باب التسلية ومعرفة أحاديث الزمان، بل نسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونسمع أخلاقه لنتحلى بها، لنقتدي بها، لنستخلص منها الحكم والعبر. لقد أمرنا الله عز وجل بتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء هديه، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة، إذا عرفنا ذلك فعلينا أن نعلم أن المهمة الكبرى التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، من الغواية إلى الرشد. يقول تعالى: هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هذا النور المبين اختار الله له خير خلقه أجمعين، من ركب الله عز وجل فيه المحاسن المثلى والشمائل الذهبية، تلك الشمائل التي هيأه الله وحلاه بها كي يتحمل الرسالة عن رب العالمين ويكون هداية للناس أجمعين. فالداعية إلى الخير لا بد له من أن يتحلى بتلك الصفات حتى تقبل القلوب عليه وتستجيب له. فصاحب الحق إن لم يتم دعوته بالصفات الحميدة نفر الناس عنه ورفضوا ما معه من الحق. يقول الله عز وجل لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات السلم الأخلاقي، وما بعثه الله على رأس الأربعين من عمره إلا وقد استقر في قلوب الناس القاصي منهم والداني، القريب منهم والبعيد، كمال أخلاقه وأصالة صفاته. فمن الصفات التي عرفها أهل الجاهلية عنه عليه الصلاة والسلام الاتزان والحكمة. كان صلى الله عليه وسلم حكيما يضع الأمور في مواضعها، يصلح في موضع الصلح، ويحسن التعامل في مواقف الغضب والشقاق. لما بنت قريش الكعبة ووصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختصمت قريش
في من يضع الحجر الأسود. كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه حتى تحالفوا واستعدوا للقتال. وقرب بنو عبد الدار سلالة الكعبة، قربوا جبلة مملوءة بالدم وتعاهدوا على الموت. ومكثت قريش 5 ليال لم يعملوا شيئا. ثم إن قريش اجتمعت وتشاورت وتناصفت فيما بينها، واتفقت على أن أول داخل إلى البيت هو من يقضي في أمر الحجر الأسود. فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا رضينا به، هذا الأمين، هذا محمد. فلما انتهى إليهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الركن فوضعه في يده، أخذ الحجر فوضعه في يده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا. فرفعه عليه الصلاة والسلام حتى إذا بلغوا به موضع الحجر، ورفعوه حتى إذا بلغوا به موضع الحجر وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الحكمة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك المعضلة، على تلك المعضلة التي كانت ستذهب بدماء كثيرة. لقد كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يجعل ذلك الشرف في قومه من بني هاشم، كيف لا وقد حكمته قريش في وضع الحجر، لكنه آثر عليه الصلاة والسلام أن ينزيل رذائل النفوس وأن يقضي على تحريش الشيطان في مهده بحكمة بالغة ورجاعة عقل. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فمن الصفات التي كانت في رسولكم الكريم قبل مبعثه هي الانضباط الأخلاقي، فكان عليه الصلاة والسلام لا يشارك قريشا في لهو أبدا، ولم تكشف له في الجاهلية عورة قط، ولم يكن عليه الصلاة والسلام صخابا في الأسواق أن يرفع صوته في السوق رفعا أنكرا، وكان عليه الصلاة والسلام حليماً وقوراً. قالت كانت قريش تعرف عنه ذلك حق المعرفة، فلم تعهد عنه فعالاً منه يخرج به عن طوره. ولما بعث صلى الله عليه وسلم ونزل مرة إلى البيت فطاف حوله وفي البيت رجال من قريش، فلما طاف الشوط الأول غمزته قريش بأعينها وأشارت إليه بيدها، فطاف عليه الصلاة والسلام. فلما قضى الشوط الثاني ومر بهم أيضا غمزته قريش وأشارت إليه بيده بأيديهم. فلما كان الشوط الثالث ومر بهم غمزته قريش
إليهم وأشاروا إليهم إليه بأيديهم، فتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أما والله يا معشر قريش قد جئتكم بالذبح. فدهشوا من انفعاله عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إليه وقالوا له: يا أبا القاسم انطلق راشدا، فوالله ما كنت جهولا. فما كان صلى الله عليه وسلم يعهد منه غضب يخرج به عن طوره قط، حتى أقرت له قريش وهم الذين يخاصمونه في دعوته بذلك إقرارا واضحا على العلنية. ومن صفاته الكريمة عليه الصلاة والسلام الأمانة، فكان صلى الله عليه وسلم أمينا، تودعه قريش أموالها ولا تخشى شيئا عليها، بل حتى مع خصومتهم له بعد دعوته كانوا يودعونه أموالهم. ولما أراد الهجرة عليه الصلاة والسلام أبقى عليا في مكانه حتى يرد إلى الناس أماناتهم، وكانوا يلقبونه قبل دعوته بالصادق الأمين. ومن شيمه عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه أنه كان صادقا، فلم يكذب قط صلى الله عليه وسلم. ولما نزل عليه قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، فلما صعد عليه نادى بأعلى صوته: يا صباحا. فاجتمع الناس إليه، فبين رجل يجيء وبين رجل يبعث إليه رسولا. فلما اجتمعوا إليه مهد النبي عليه الصلاة والسلام لدعوته فقال: يا بني عبد المطلب، يا بني فهد، يا بني عبد مناف، يا بني يا بني، يناديهم بأسمائهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسبح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومن صفاته عليه الصلاة والسلام الرفق، فقد كان صلى الله عليه وسلم مما جبل عليه الرفق، فقد ربي يتيما عليه الصلاة والسلام، واليتيم إذا أكرم في صغره فإنه يكبر على الرحمة وتلبس حاجات المستضعفين. وقد كان عليه الصلاة والسلام مكرما في صغره، فقد ربي في حجر جده عبد المطلب، وكان جده يضعه في حجره تحت ظل الكعبة، وكان يكرمه أيما إكرام، وكان يقول: إن ابني هذا سيدي. أيها الإخوة، الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم التي ركبها الله عز وجل فيه قبل مبعثه يطول، ولكني أقول: الداعية رأس مال الدعوة، الداعية رأس مال الدعوة، ويجب عليه أن يكون متصفاً بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بين الله وخلقه. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فإذا لم يتصف الداعية بصفات النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سبباً في رفض الناس للحق. فالدين دين الله، وهذا الدين لا يخرج الناس من الظلمات إلى النور إلا بوجود المهتدى به الهادي الحكيم المتحلي بصفات سيد المرسلين. اللهم ارزقنا الحكمة والسداد وحسن الخلق والرشاد، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.